بالنسبة للإنجازات اللي عموموا فيها أخواننا بحلب، شغلة يتمناها كل سوري، كل سوري، ونتمنى من أهلنا هون بالغوطة وشبابنا بالغوطة أنه يحزوا حزو أخواننا بحلب. الله يحمل معهم ويقويهم وتكون يعني أول الانتصارات. الشغل اللي عم يصير بحلب شغل بشرف وشغل كتير حلو. بنتمنى من الفصائل اللي بالغوطة تحزي هالحزو هاد وتشتغل الشغل هاد، بكفيهم عاد عم يتقتلوا مع بعضهم، بكفينا. خلينا نكون من حلب مثل حلب، ونكون نكون حلب قدوة. إنا مرقنا فترة هيك من الإحباط الحقيقة بسبب اللي كان عم يصير مع الشباب والفرقة اللي وصلتهم لهالمراحل هاي. الحمد لله اليوم اللي شفناه واللي حسينا فيه ونشبة كبيرة الحمد لله، بل الانتصارات اللي انجزوها الشباب بحلب ان شاء الله انه الله بثبتهم وبوفقهم ولمزيد من الانتصارات. بتمنى كمان على اهل الغوطة وصورنا هون بالغوطة والفصائل اللي عنا لهون اللي عم تناحر مشان امور حسبنا الله ونعم الوكيل. من اهلنا في حلب الانتصارات العظيمة الذي حققوها في انتصاراتهم، ونتمنى من جبهات الغوطة الشرقية وجبهات درعا وحما وحمص أن يكونوا على مثل هذه المعركة في حلب. مثل ما الله فتح عليكم فتحتوا بحلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه شدوا الهمة وتعالوا على الشام، افتحوا الشام، لا تأملوا ثوار الغوطة ولا ثوار لا الشرقية ولا الغربية، لا تأملوا فينا، يعني نحن خذلناكم، فشدوا الهمة وكملوا المشوار من حلب على إدلب على حمص باتجاه دمشق. دمشق تناديكم.